حياكم الله. رسالة مفتوحة إلى الكيان الصهيوني: استهدفوا السفارات والقنصليات، اغتالوا القادة، وسعوا ساحة الصراع، ولا تتركوا طفلا في غزة، لا تشوهوا ملامحه الدماء، ولكن اعلموا جيدا أن رجال المقاومة أشداء، لا يهابون ولا يخافون ولا ينامون على حق ضائع. لن تنتهي قضية فلسطين، ولن ينام أبطال لبنان، وسيبقى اليمنيون في الميدان. أما العراقيون فضرباتهم الموجعة برهان، والكل يقف صفا واحدا جنب إيران. فسلام على أرواح الشهداء، والشفاء العاجل بإذن الله لجميع الجرحى. للحديث عن الاعتداء الصهيوني الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي علي فضل الله. حياك الله أستاذ علي. أهلا أستاذ فرح، شكرا للدعوة الكريمة. الله يحفظكم ورمضان مبارك عليكم. السلام عليكم قبل الله، طاعات سلام مقبول إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله. عبر سكايب أيضا ينضم إلينا من إيران الباحث في الشأن السياسي الإيراني صالح القزويني. حياك الله أستاذ صالح. اهلا ومرحبا بك يا اختي الكريمه وبضيفك وبكل المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ علي، نبدا من الاعتداء الغاشم على القنصليه الايرانيه في دمشق، ماذا تعني هذه الرساله؟ ابتداء حقيقه اعزي الجمهوريه الاسلاميه والامام الخامنئي وعوائل الشهداء بهذا المصاب الجلل، والذي رافق ذكرى استشهاد امام المتقين، ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام. وأعزي حقيقة كل محور المقاومة بهذه الثلة المؤمنة التي فقدناها جراء هذا العدوان الغاشم. ماذا يعني هذا الاستهداف؟ واضح أن هنالك ألم شديد لدى الكيان الصهيوني، وهذا الألم حقيقة بدأ يفقد هذا الكيان وحكومته المتغطرسة التصرف والسلوك القويم، لذلك بدأ يتخبط من خلال الاستهداف هذه المنطقة وتلك المنطقة، وهو معطوف أيضا على عملية الإبادة التي يقوم بها باتجاه الشعب الفلسطيني. استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق يمثل خرقا قانونيا للقانون الدولي، وخرق حقيقة خطير جدا ومنعطف برأيي، خطير على مستوى المواجهة مع الجمهورية الإسلامية. القنصلية الإيرانية تمثل الأرض الإيرانية حسب القانون الدولي، وبالتالي اليوم تم استهداف الجمهورية الإسلامية مباشرة. لكن أنا أختلف وياك في نقطة، حضرتك قلت هذا ينم عن التخبط الصهيوني، البعض يختلف عما تتفضل به، يقول لك لا هذه حركة مدروسة لجر الجمهورية الإسلامية إلى حرب مفتوحة. يعني هذا قد يكون رأيي، والرأي الآخر هنالك حجم كبير من الخسائر. بالمناسبة الحرب الآن للكيان الصهيوني مع محور المقاومة تدور بين محورين، بين الخسارة والفشل، بين الخسارة والفشل. أما موضوع الأهداف التي أطلقها في بدء عملية الاقتحام لغزة ولمنطقة رفح واستهداف عموم محور المقاومة في سوريا وفي العراق وحتى في اليمن وفي لبنان، يمثل أن هنالك فشل كبير في تحقيق هذه الأهداف. الخسارة بماذا؟ إذا قبل هذه الفشل وذهب إلى موضوع وقف إطلاق النار، فمعناته أن هنالك إعلان رسمي من قبل الكيان الغاصب بخسارته أمام محور المقاومة، لذلك هو يتأرجح ما بين الفشل والخسارة. لذلك عندما أقول هو يترنح في موضوع السلوك والتصرف الإجرامي، قطعا قد يكون هنالك رأي على أنه لا، هو تفكير من قبل حكومة نتنياهو لجر الجمهورية الإسلامية وجر حزب الله وعموم محور المقاومة إلى المواجهة المباشرة. ما نحن في مواجهة مباشرة، يعني منذ قرابة 6 أشهر ومحور المقاومة يخوض حرب مواجهة. قد تكون الحرب ما يسمى بالجانب العسكري حربا نقطية نوعية، استهداف لبعض الأماكن، وليس حربا مفتوحة، لكنها حرب على كل المحاور. لذلك أنا أعتقد هو حجم الألم الذي تعرض له، وخصوصا من خلال استهداف يوم أمس لمنطقة إيلات من خلال الطائرة المسيرة، يبدو أنها حققت هدفا نوعيا كبير جدا وآلمت حكومة نتنياهو، لذلك هي ردة فعل جاءت نتيجة هذه الضربة. أستاذ صالح، أجدد الترحيب بحضرتك، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء. بداية، كيف تقرأ الجمهورية الإسلامية
هذا الاعتداء الغاشم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم باستشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه السلام. وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام، أيام يعني ليالي القدر وأيام رمضان. وعزي نفسي والعالم الإسلامي باستشهاد هذه الكوكبة المؤمنة من قيادات حرس الثورة الإسلامية في إيران. طبعا لا شك أنه إيران هذا أعتقد هذا رد كبير لأولئك الذين يقولون أن إيران لم تدخل المعركة، أن إيران وقفت متفرجة على ما يدور في غزة، إيران لم تحرك ساكنا، إيران يعني لم تشارك. هناك البعض وجه اتهامات قاسية للجمهورية الإسلامية في إيران وقال أنه إيران أقحمت حماس وأقحمت الآخرين في هذه المعركة، وهي وقفت وكأنها تتفرج على ذبح الفلسطينيين. هذا الاعتداء اليوم يدلل بشكل واضح على أن إيران داخل المعركة وتلعب دور أساسي في المعركة، واستهداف الكيان الصهيوني للقادة العسكريين بالتحديد يدل على أنه إن لإيران دور رئيسي ودور مهم في هذه المعركة، وهي يعني وهي توجه ضربات يعني قاصمة لهذا الكيان في هذه المعركة. سي صالح، لا أحد يختلف على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حركات المقاومة في العالم الإسلامي والعالم، لكن سؤالي لحضرتك، يمكن اعتبار هذا الاعتداء بالضبط إعلان حالة حرب مباشرة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، لأن الأرض المستهدفة أرض إيرانية في سوريا؟ يعني الحرب المباشرة لا يمكن القول أنه هناك أن يعني تندلع حرب مباشرة بين إيران وبين الكيان الصهيوني، لأنه ليس هناك يعني حدود مشتركة، ليس هناك يعني أجواء مشتركة حتى يمكن القول أنه تندلع حرب مباشرة بين الكيان الصهيوني. ولكن الحرب حاليا كما تفضل ضيفكم الكريم وقال، الحرب هي أساسا يعني مندلعة بين محور المقاومة وبين الكيان الصهيوني. ما يجري حاليا في يعني في بين المقاومة العراقية والمقاومة اللبنانية والحوثيين، أليست هذه حرب مباشرة؟ إيران الداعم الرئيسي لهذه الحرب، إيران هي التي وفرت الإمكانيات، وفرت يعني التجهيزات، وفرت الخطط، وفرت المعلومات، وفرت الدعم المالي، الإعلامي، السياسي، كافة أنواع الدعم لمحور المقاومة. بالتالي هي شريك رئيسي في الحرب ضد الكيان الصهيوني. ولكن أن نشهد حرب مواجهة مباشرة بين الكيان وبين إيران، أنا في الواقع أستبعد ذلك لعدة أسباب. السبب الأول أنه حتى الآن الكيان الصهيوني لم يجرؤ على الإعلان ويتبنى مسؤولية هذه الجريمة. بالتالي عندما لا يتبنى الكيان الصهيوني هذه الجريمة، أعتقد أنه سوف يكون الرد عليه بطريقة أخرى. من هنا يمكن القول أن جر إيران لهذه الحرب المفتوحة في الواقع، نعم، إيران هي داخلة في هذه الحرب، ولكن في نفس الوقت لن تسمح للكيان الصهيوني أن يحقق أي يعني نقطة تقدم أو يحقق أي مكاسب في هذه الحرب. نعم. العالم اليوم كله ضد الكيان الصهيوني، المقاومة تحقق المكاسب. مضحت الفكرة أستاذ صالح. نعم. العالم كله أستاذ علي ضد الكيان الصهيوني ما عدا الولايات المتحدة. هل تسعى الولايات المتحدة عن طريق ذراعها في الكيان الصهيوني إلى جر إيران إلى حرب مباشرة، تكون الحرب بالوكالة ربما عن إسرائيل أو عن الكيان الصهيوني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الكيان الصهيوني؟ يعني أنا أعتقد الجانب الأمريكي قطعاً لديه علم بكل تحركات الكيان الصهيوني. بالمناسبة اليوم أعلنت
المتحدثة باسم الحكومة الأمريكية أن الجانب الأمريكي ليس لديه علم بما قام به الكيان الصهيوني من خلال الاستهداف الذي قام به للقنصلية الإيرانية في دمشق عبر استهداف هذا المكان من خلال طائرات الأف 35 طائرة 35. هذا الموضوع أعتقد فيه أكذوبة وهو التفاف، اعتبار أن هنالك تعاضد ما بين الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني وعموم دول الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد ما يحصل الآن هو عملية العمل على استنزاف الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية تتعامل بحكمة وروية، ولولا الجمهورية الإسلامية وكل الاحترام لكل محور المقاومة، الجمهورية الإسلامية انغمست في القضية الفلسطينية منذ عام 1979 ليس انغماسا شكليا أو شعاراتيا بل عقائديا وموضوعيا من خلال العمل على تقوية كل أدوات المقاومة. وطبعا الجوار الجغرافي له دور مهم، الجمهورية الإسلامية ليس لديها جوار جغرافي مع الجانب الكيان الصهيوني من خلال الأرض المحتلة الفلسطينية، لكن منذ ذلك الوقت عملت الجمهورية الإسلامية على تحقيق جوار جغرافي من خلال مد أذرع محور المقاومة على المستوى اللوجستي والمعلوماتي وحتى على مستوى الخبرات وتصنيع الأسلحة. ما تشهده الساحات اليوم على عموم محور المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا، أنا أعتقد هو نتاج الجهد الكبير للخبير الإيراني للجمهورية الإسلامية. لذلك نحن في حرب، لكن الوصول للحرب التي يعتقد بها عموم المراقبين للمشهد السياسي، نحن الآن في حروب الجيل الخامس وحروب الجيل السادس، هي حرب معلوماتية، هي حرب استخباراتية أكثر ما هي حرب عسكرية. أحسنتي. لذلك أنا أعتقد أن هنالك بنك كبير للمعلومات لدى الجمهورية الإسلامية، وسيكون رد الجمهورية الإسلامية. وأنا أشرت في بداية كلامي قلت الحرب نقطية، الحرب محددة، هو استهداف على هذه النقطة بالتحديد، حرب نقطية ومحددة. اليوم إيران خسرت، ما الذي ستجعل الكيان الصهيوني يندم على فعلته هذه؟ أكيد الجمهورية الإسلامية لديها بنك أهداف، ما الخطوة المتوقعة لإيران؟ والسفير الإيراني في دمشق أكد أنه سيكون رد من الجمهورية الإسلامية على الكيان الصهيوني. يعني الجمهورية الإسلامية المعروفة بسياسة حياكة السجاد تمتلك نفسا طويل، لا تتعامل بأسلوب ردة الفعل، هي تتعامل بروية وتنتظر الوقت والمكان الذي يحقق حجم كبير من الخسارة للكيان الصهيوني. لذلك الذي لا نختلف عليه سيكون هنالك ردا من قبل الجمهورية الإسلامية، وبالمناسبة رد مباشر بعيدا عن رد محور المقاومة. أنا أتوقع أن هنالك هدف منتخب، سيكون هذا الهدف مستهدف من قبل إمكانيات الجمهورية الإسلامية سواء ضمن الجغرافيا لمحور المقاومة أو الكيان الصهيوني أو حتى خارج هذه الجغرافيا. ممكن توضح لي السيناريو الممكن يكون في بالك؟ يعني شنو؟ يعني هل الجمهورية الإسلامية ستستهدف قاعدة مثلا أمريكية، مصالح أمريكية، لو ضربة الكيان الصهيوني ستكون مباشرة؟ لا، احنا في موضوع من قلت لك أنا أكو تعقل من قبل الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية لا تريد أن تعطي مسوغ قانوني للولايات المتحدة الأمريكية التي تنصلت عن هذه الضربة واعترفت أنه ليس لديها دخل أو علم بهذه الضربة. لذلك الضربة ستكون باتجاه هدف تابع للكيان الصهيوني، هدف جوي، هدف بحري، هدف أرضي. فبالتالي أتوقع أن يكون هنالك رد، وأتوقع هذا الرد لن يطول للوقت الذي يكون بعيد عن ذاكرة المتابع لمحور المقاومة وللجمهورية الإسلامية. فبالتالي أتوقع خلال الأيام القليلة القادمة ردا قوي يتناسب حجم الاعتداء للكيان الصهيوني. أستاذ صالح، هذه جريمة قانون دولي، استهداف قنصلية، يعني استهداف هيئة دبلوماسية في دمشق من جانب الكيان الصهيوني. ما الخطوات القانونية التي ستتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني كما ترون أن هذا الكيان أنه لا يهمه لا قانون دولي، لا يهمه أي اعتبارات قانونية دولية ولا قوانين دولية. رأيتم كيف أنه تمرد على قرار المحكمة الدولية، كيف تمرد على يعني قرار مجلس الأمن الدولي. بالتالي هذا لا يهمه كثير أنه انتهك القانون الدولي أو انتهك الكيان منذ 7 أكتوبر وإلى اليوم،
ينتهك القوانين الدولية بالإبادة الجماعية وقتل الأبرياء وقتل المدنيين وقتل واستهداف البنى المدنية، المستشفيات وغير المستشفيات. أعتقد أنه في الوهلة الأولى إيران كما تفضلتم سوف ترفع شكوى، ولكن هذا كما تعلمون أنه على صعيد القانوني أنه إيران يعني تقدم على هذه الخطوة، ولكن على أي حال حق إيران محفوظ في الرد على الكيان الصهيوني. ولكن في نفس الوقت أعود وأكرر أنه إيران لن تنجر إلى ما يريده الكيان الصهيوني ولن تسمح له بتحقيق المكاسب. نقطة جيدة أستاذ صالح، لن تنجر الجمهورية الإسلامية إلى ما يريده الكيان الصهيوني. طيب ماذا يريد الكيان الصهيوني من الجمهورية؟ هناك العديد مما يريده الكيان الصهيوني. أولا ربما شاهدتم يوم أمس كيف خرج عشرات الآلاف من المستوطنين في القدس المحتلة وتجمعوا أمام الكنيسة وطالبوا برحيل هذه الحكومة. الفرصة الوحيدة للكيان الصهيوني لكي يبقى في الحكم هو استمرار الحرب، وبالتالي استمرار الحرب، توسع الحرب التي يسعى إليها خاصة نتنياهو، هو هدف رئيسي لهذا الكيان ولنتنياهو لكي يبقى في الحكم لأمد أطول، ربما يحقق المكاسب، ربما يحقق بعض الأهداف. ولكن إيران بالتأكيد يعني لن تسمح لهذا الكيان بتحقيق مثل هذه المكاسب. نعم. لا يعني هذا أن إيران ستغض النظر عن الجريمة التي ارتكبها، لا يعني أنه إيران تتغافل وتسكت عن هذه الجريمة، وإنما يعني أنه أن الكيان يمر بظروف صعبة للغاية. طيب. يمر بوضع يعني وضع استثنائي للغاية، وبالتالي يعني يمكن أن دخول إيران في معركة مباشرة مع الكيان الصهيوني ربما تحقق لهذا الكيان ما يريده. نعم. من المكاسب، ربما سوف يحصل على يعني تعاطف المجتمع الدولي لو دخلت الفكرة إيران أستاذ في مثل صالح. هذه. نعم. المعركة. إذن أستاذ علي، جدلا لنصدق الفرضية الأمريكية بأن واشنطن لا تعلم بهذا الاعتداء الصهيوني، طيب من مصلحة الكيان الصهيوني بقاء الحرب كما تفضل أستاذ صالح، وذلك للحفاظ على بقاء نتنياهو في الحكومة، من مصلحة واشنطن استمرار هذه الحرب؟ يعني إذا سلمنا جدلا أنه الكيان الصهيوني هو أداة تحرك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مو هي هنا النقطة، الكيان يحرك الولايات والولايات تحرك الكيان، قد تكون المعادلة متداخلة، لكن أنا أقرأه كمراقب لا أقول أنه زرع هذا الكيان أصلا في هذه المنطقة الجغرافية هو جاء من خلال السياسة الأمريكية التوسعية. فبالتالي من المعيب أن نعتقد أن الكيان الصهيوني هو من يحرك الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموضوع قد توجد فعلا بعض اللوبيات اليهودية في الحكومة الأمريكية تؤثر على القرار الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي يجعل من هذه القاعدة العسكرية المتقدمة أداة لتحقيق أهدافه. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعلم علم اليقين بما يحصل، بما تقوم به أدواته الكيان الصهيوني من خلال الاستهدافات العسكرية بين الحين والآخر. لكن بنفس الوقت وأنا أقول الجمهورية الإسلامية تتعامل باتزان عالي ولا تعمل حقيقة أن تعطي الذريعة للولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف الجمهورية الإسلامية. بالمقابل أتوقع ستكون كل البعثات الدبلوماسية للكيان الغاصب في كل أنحاء المعمورة هدفا للجمهورية الإسلامية في قادم الأيام. بس هذه نقطة خطيرة، لأنه الكيان الصهيوني ربما يرد بصورة مباشرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم نعيش ست فرح، وهذا سؤال مهم من جنابك، اليوم نعيش في مرحلة
ما بعد القوانين الدولية، ما بعد المؤسسات الأممية. المؤسسات الأممية حقيقة أصبح واضح أنها فشلت في تحقيق العدالة والسلم المجتمع الدولي وفي إنفاذ القوانين الدولية، وما يحصل في غزة واضح عجز كامل للمؤسسات الأممية. وإلا بماذا نفسر؟ قرارات الأمم المتحدة لا تنفذ، قرارات مجلس الأمن لا تنفذ، قرارات المحكمة الدولية لا تحترم. أستاذ علي، إذن علينا أن نسلم. أنا دائما أتذكر حقيقة مقولة السيد ظريف وزير الخارجية الأسبق للجمهورية الإسلامية، أن الأمن لا يستورد، أن الأمن يصنع. واليوم في مرحلة صناعة نظام عالمي جديد، علينا أن لا نعطي الأهمية الكبرى للقانون الدولي، وهذا القانون لا يحفظ حقيقة حقوق الآخرين. لذلك وفق القاعدة، قاعدة القانون الدولي، التعامل بالمثل للجمهورية الإسلامية اليوم استهداف الكيان الصهيوني في أي منطقة من مناطق العالم. والدولة التي والدولة التي تحترض على هذا السلوك عليها أن تغلق السفارة للكيان الصهيوني وأن تطلب من السفير مغادرة أراضي. وإلا ما يحصل اليوم هو عملية قمع للقانون الدولي وليس قتل للمستشار الإيراني. ما هي صارت أمام مرأة ومسمع العالم منذ اللي تحرك أستاذ علي؟ اليوم فقط يحاسب على ردة الفعل، ولكن ما يحاسب على الفعل الحقيقي الذي أدى إلى ردة الفعل. ماذا لو استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواقع تابعة للكيان الصهيوني وفتحت حرب وأعطيت ذريعة لواشنطن استهداف الجمهورية؟ لا، أنا أكرر، الجمهورية الإسلامية دقيقة في أي سلوك تقوم به على المستوى السياسي والدبلوماسي أو على المستوى العسكري والأمني، هنالك حسابات دقيقة. وعندما قلت في بداية كلامي أن هنالك بنك كبير للأهداف المنتخبة والمرشحة باعتبار نحن في حرب مفتوحة، لكن هذه الحرب ليس حرب شمولية أو كلاسيكية كما كانت من قبل. هي حرب دقيقة جدا، لا تعطي الذريعة وبنفس الوقت تعالج موضوعيا. موقف الدول الخليجية من هذا الاعتداء سيلعب دور يثير به أزمة له دور وعامل مهدئ؟ أحسنتم. ويعني من دلالات، بالمناسبة من دلالات عملية الطوفان وحرب غزة، أنها استطاعت أن تجرد الدول الغربية والكيان الصهيوني من ما يسمى الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القوانين الدولية. كل هذه الأشياء أصبحت على الرف، فبالتالي لا أتوقع أن يكون هنالك رد يرتقي إلى مستوى الجريمة، سواء من قبل دول الخليج العربي أو عموم المجتمع الدولي المتخاذل أمام هذا الإجرام المتصاعد. بالمقابل أنا أتوقع أن يكون هنالك ردود محايدة تعمل على تهدئة الوضع مع بالضغط على الجمهورية الإسلامية وأن لا تنجر لاستهداف الكيان الصهيوني. للأمانة أنا أعتقد أن عموم دول المنطقة وإن كانت متخاذلة في نصرة القضية الفلسطينية، لكنها تدرك جيدا أن هذا الحريق إذا توسع سيمتد إلى كل الأراضي، وهذا ما نبه له دولة الرئيس الأستاذ محمد الشيع السوداني في اجتماع القاهرة. حذر أنه إطالة أمد الحرب في غزة سيذهب بالمنطقة جميعها إلى الحرب. لذلك أتوقع الجميع سيكون عامل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ردع الكيان الصهيوني. أستاذ صالح، حتى اتفق مع أستاذ علي أن دول الخليج وبعض الدول ستلعب دورا مهدئا وعاملا مثبطا لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني بعد هذا الاعتداء الغاشم بالتأكيد. يعني في الواقع أنا أعتقد أنه أي خطوة التي تقدم عليها إيران ستقدم عليها وفق دراسة كاملة ودقيقة، يعني تنظر فيها إلى يعني الأهداف وإلى التداعيات أيضا. يعني بغض النظر عما يكون عليه موقف الدول الخليجية أو دول المنطقة أو حتى دول العالم، فإنها يعني تقدم على أي خطوة وفق يعني مخطط مدروس، وفق نهج مدروس، وفق غالبا لا تكون خطواتها انفعالية ولا تكون من أجل عين هذا أو أجل عين ذلك. بالتالي إيران لو كانت يعني يهمها ما تمليه الإدارة الأمريكية أو تمليه هذه الدولة أو تلك الدولة لما أقدمت على خطوات شجاعة، لما يعني قامت بتحركات ربما
لا ترتضيه الكثير من الدول. من هنا ما أريد أن أقوله أنه خطوات إيران، رد إيران ليس انفعالي، وفي نفس الوقت فإنه يأخذ المصالح العليا، يأخذ الأهداف العليا بنظر الاعتبار، ولا يعني في نفس الوقت يفوت الفرصة على الكيان الصهيوني لتوظيف مثل هذه الأحداث من أجل يعني البقاء، من أجل تحقيق مكاسب وهمية. تعلمون أن هذا الكيان يعني يعيش أزمة حقيقية، أزمة داخلية، أزمة مع المقاومة الفلسطينية، أزمة مع المجتمع الدولي، فهو يريد بشكل أو بآخر يعني تحقيق انتصارات وهمية. شكرا جزيلا أستاذ صالح القزويني الباحث في الشأن السياسي، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. الأستاذ علي فضل الله شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي، كن ضيفنا، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام ملفنا الأول بأبرز الآراء المطروحة على منصة إكس على خلفية الاعتداء الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. نفتح وإياكم ملفنا الثاني بتقرير واستطلاع عن توقيع وزارة النفط على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشمبرغير لاستثمار ومعالجة الغاز، لنتابع. نلاحظ أن هناك عدة خطوات اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق زيادة في إنتاج الغاز وتحديدا الغاز المصاحب للنفط. برأيي هذا الموضوع له عدة جنبات إيجابية، الأولى تتعلق بالجانب الاقتصادي على اعتبار أنه الغاز سيعظم من موارد الدولة، والجنب الثانية هي تتعلق بإنتاج الطاقة على اعتبار أن كميات كبيرة من هذا الغاز المنتج محليا ستدخل في إنتاج الطاقة الكهربائية. وأيضا هناك جنب ثالثة تتمثل بالحفاظ على البيئة، لأن الغاز المصاحب اليوم يتحول بعد حرقه يتحول الى انبعاثات كربونيه تؤدي الى يعني تلوث الاجواء العراقيه. بالتاكيد العراق بحاجه ماسه الى تنويع مصادر دخله عن طريق تنويع السياسه الاقتصاديه والمدخلات التي تدخل الى الخزينه العامه، واهمها هو الغاز.
العراق هو بالإضافة إلى أنه بلد نفطي هو أيضا يمتلك ثروة غازية كبيرة جدا وينافس الدول الكبيرة في المنطقة أو في العالم، يمتلك احتياطي كبير من الغاز. فلذلك يعني الاستراتيجية الحكومية التي انطلقت قبل سنوات وصولا إلى عام 2025 والاكتفاء الذاتي من قضية الحد من الاستيرادات من الغاز بالتأكيد يمنح الخزينة العراقية أموال طائلة يمكن تحويلها إلى أبواب إنفاق أخرى مهمة جدا. للحديث عن ملفنا الثاني ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. ما هي النتائج الملموسة على أرض الواقع بعد توقيع العراق مذكرة تفاهم مع شركتين عملاقتين لاستثمار الغاز؟ طبعا من الواضح أن العراق بلد يمتلك مقومات الدخول في صناعة الغاز. عملية إيقاف حرق الغاز بالتأكيد ستساهم في إيقاف التغيرات المناخية وبالتالي الحفاظ على المناطق التي تصحرت بالآونة الأخيرة. العراق يمتلك 26 مليون دونم صالحة للزراعة، من الممكن أن هذا الرقم يزداد مع مرور الوقت إذا ما استثمرنا في عملية إيقاف حرق الغاز. إيقاف حرق الغاز يعني إيقاف إنتاج ما لا يقل عن 60 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. فمؤسسة التمويل الدولي بالحقيقة تدعم العراق في أن يقوم بعملية التخلي عن المحروقات التي تساهم بالتلوث البيئي ب 235 مليار دولار. تدريجيا العراق يتطلع إلى إيقاف حرق الغاز وبالتالي يتحول إلى بلد يستطيع تحقيق أمن الطاقة من داخل العراق. 132 تريليون قدم مكعب من الثروة الغازية تضع العراق بالمرتبة رقم 10 على مستوى احتياطيات الغاز في العالم. مرتبة رقم 10 والعراق كل شيء ما مستفاد من الغاز؟ بالتأكيد. السبب أن ارتفاع أسعار الغاز يعني كانت غير مجدية لإنتاج الغاز في السنوات، يعني فيما لا يقل عن قبل 100 سنة، لكن تدريجيا حاليا مع زيادة قدرة العراق على تصدير النفط نتوقع أن العراق سنة 2028 يصل إلى 6 مليون برميل يوميا، بمعنى أنه يجب أن نستثمر الغاز المصاحب، لأن زيادة الطاقة تعني زيادة إنتاج الغاز الذي يحرق أو يهدر. فعمليا عندما تدخل شركة سيمنز وشلمبرغ في حيز استثمار الغاز المصاحب ومعالجته، كلمة معالجته يعني أن هناك فضلات يمكن أن تساهم في إنتاج. يعني أريدك توضح لي، هذه وزارة النفط تحدثت عن معالجة هذا الغاز، ممكن توضح لي هذه النقطة شنو يعني معالج؟ يعني من الناحية الفنية الغاز الذي يصاحب عملية إنتاج النفط يتحرر يحتاج إلى مجموعة معالجات لكي يصبح مفيد لإنتاج الطاقة الكهربائية. هذه المعالجات التنقية والتحويل إلى أن يصبح طاقة كهربائية يحتاج إلى تكنولوجيا حديثة تمتلكها هذه الشركات العملاقة. مخلفات الصناعة النفطية وتحليل الغاز هي بمعدل 180 مادة. يمكن أن تكون هناك صناعات صغيرة ومتوسطة على مخلفات النفط الأسود الذي طبعا يدخل إلى التصفية، وكذلك عملية مثل شنو هذه الصناعة؟ يعني الشموع، البلاستيك، كل أنواع البتروكيماويات هي عبارة عن مخلفات للصناعة النفطية. فنحتاج إلى استثمار في صناعة المخلفات لكي يكون لدينا إيرادات إضافية لصناعة النفط. السوداني حقيقة يعني انتقاله في موضوع أن يكون لدينا منصة لتصدير الغاز في ميناء الفاو، وهي مدرجة حاليا في موازنة 2024 التي يعني ستأخذ حيز من التشريع أو المصادقة عليها في البرلمان. منصة تصدير الغاز تعني أن العراق يصبح حر في عملية استيراد أو تصدير الغاز الفائض. سينهاية مثل هذه الاتفاقية متفق عليها سياسيا؟ وأنت دائما تعرف القوانين الاقتصادية نعم. تعطل سياسيا في البرلمان. نعم، باعتقادي نجاح حكومة السوداني ينسب إلى الجميع، يعني حاليا الكل مشارك في حكومة السوداني. نعم. والنجاح لا يجير إلى شخص، يجير إلى أداء وزارة اتحادية لاحظت أن العراق طبعا ليس الآن، حتى في حكومة السيد عادل عبد المهدي هو أول من باشر في موضوع أن هناك 18 مليون دولار تحرق يوميا في الجو.
ماذا نستطيع أن نعمل؟ هل نستمر في حرق الغاز؟ لا زال العراق يحرق 18 حتى الآن 18 مليار دولار 18 مليون دولار يوميا بحرق الغاز. مدينة كركوك منذ 6 مليون سنة تخرج النار من باطن الأرض ويقولون أنها مدينة النار ولا يعرفون أن هذا غاز يحترق. فعمليا الهدر كان مبرر بسبب يعني أن التكاليف المعالجة والاستفادة كانت محدودة، لكن مع ارتفاع حاجة أوروبا للغاز وارتفاع إمكانية أن يدخل العراق في صناعة الغاز، الآن قطر يعني على سبيل المثال هي من الدول الرائدة في عملية تصدير الغاز لدول الاتحاد الأوروبي والبقية دول العالم. الطاقة النظيفة أيضا المتجددة من الممكن أن تستثمر في الغاز. مع ذلك المكامن النفطية التي يتطلع العراق إلى زيادة قدرته على التصدير إلى 8 مليون برميل هي تجبر الحكومة الحالية والشركات الأوروبية على استثمار الغاز المصاحب لكي يكون لدينا دعم للاكتفاء الذاتي من الطاقة من الطاقة الكهربائية من داخل العراق، زائدا إمكانية تصدير الفائض باتجاه دول الاتحاد. وهنا النقطة، راح تسمح بعض الدول أن يكون للعراق طاقة مستقرة؟ يعني حضرتك ذكرت نقطة بغاية الأهمية، قلت هاي المشاريع كانت في زمن السيد عادل عبد المهدي، وتعرف السيد عادل عبد المهدي توجه لشركة سيمنز الألمانية، لكن شنو كان؟ كان عملية يعني دخول أوكرانيا وروسيا في تلك المرحلة غير موجودة. حاليا الاتحاد الأوروبي يكاد يحاصر من بالطاقة. ألمانيا في الفترة الأخيرة من أنقذ ألمانيا هي منصات استيراد الغاز. الآن ألمانيا وفرنسا تعتمد على الغاز المستورد من كل دول العالم من أجل إدامة الصناعة الألمانية، يعني هم بحاجة إلى الغاز العراقي من أجل أولا ضمان انخفاض يعني أسعار الغاز عالميا. حاليا منظمة أوبك يعني بصناعة الغاز ممكن أن تستحوذ على 1 تريليون من الحاجة العالمية اللي هي 32 تريليون. أيضا ممكن يكون هذا تخفيف من الضغط الروسي وورقة الضغط الغاز الروسية على دول الاتحاد الأوروبي؟ لا، حاليا ألمانيا يعني استعجلت في موضوع يعني كانت قرارها كل جدا يعني صعب أن يقطعون الغاز الروسي عن الاتحاد الأوروبي، اندفعت باتجاه هذا الموضوع فأحرجت نفسها، لأن هناك استثمارات صناعية داخل ألمانيا. ألمانيا الدولة الصناعية رقم 3 على مستوى العالم، وهي تعتمد على الطاقة كانت من روسيا بشكل كبير. عندما تم اتخاذ قرار إيقاف استيراد الغاز والنفط الروسي اتجهت إلى إنشاء منصات. حاليا التكامل الاقتصادي بين العراق وألمانيا، العراق وفرنسا باتجاه ما يحتاج الفرنسيين والألمان هو الطاقة، والعراق يمتلك الطاقة سواء النفطية، يعني هذا أنبوب نقل النفط من البصرة إلى الأردن باتجاه مدينة السويس، وكذلك إعادة تشغيل نفط كركوك ونفط الأقليم باتجاه جيهان التركي. وقطر الآن تعرض أن طريق التنمية تحول إلى طريق للطاقة ب5 مليار دولار لنقل غاز قطر عبر العراق إلى دول الاتحاد الأوروبي. بالمقابل ما نحتاجه من أوروبا إنشاء مدن صناعية، استثمار المخلفات، التكنولوجيا. يعني ليس العراق قبل التكنولوجيا وقبل المخلفات وقبل الصناعة. احكي لي عن الكهرباء، هذا الغاز وعملية استثمار هذا الغاز راح توفر لنا كهرباء مستقرة في العراق؟ يعني على الورق هذه العقود مع شركات عملاقة، شركات العملاقة يعني عندما تتعهد بموضوع تنفذ على الأرض، لأن سمعة تلك الشركات إلا إذا جنرال إلكتريك تعهدت العراق راح يصير رقم واحد بالكهرباء، وشنو الفائدة؟ أعيقت يعني يعني حضرتك بالتأكيد تعلمين بأن الصراع السياسي وعدم دخول العراق إلى منطقة الاستقرار كانت بالتأكيد أجندات لدول متعددة. حاليا العالم بحاجة إلى استقرار العراق، يعني العراق لم يتغير والإرادة هي نفس الإرادة، لكن العالم الآن بحاجة إلى استقرار العراق. عدم استقرار العراق يعني انقطاع إمدادات النفط ل100 سنة القادمة. العراق هو مكمن نفطي سيغذي الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي بالغاز والنفط،
فعدم استقرار العراق تعني حرمان الإنتاج العالمي من هذه المكامن. ليش العالم ما كان يدرك هذه النقطة عندما جعل من العراق بلدا غير مستقر سياسيا دكتور؟ يعني كانت روسيا حقيقة الآن يعني لا يستطيعون أن يواجهون كل الجبهات في آن واحد. يعني تعدد الجبهات أعاق هذه. أعاق هذه يعني الآن الأوروبيين يبحثون عن غاز الجزائر وهم ليسوا على وفاق مع الجزائر. يبحثون عن الغاز في الشرق الأوسط وبالتأكيد ليسوا يعني مع استقرار الشرق الأوسط. لكن الطاقة التي نمتلكها في هذه المرحلة من الممكن أن تساهم في إعادة جدولة حسابات الاتحاد الأوروبي. استثمارات الغربية في دول الاتحاد الأوروبي على مستوى إيطاليا، على مستوى فرنسا، على مستوى ألمانيا وبقية دول الاتحاد، 27 دولة صناعية، كيف يستطيعون الاستمرار بالصناعة دون تدخل الطاقة؟ فملف الطاقة بالتأكيد هو أحد الملفات التي نمتلكها كنقطة قوة. حاليا السوداني عندما ذهب الاتحاد الأوروبي وذهب إلى هولندا وألمانيا تحاول أن تقترب من الطاقة، مصادر الطاقة في العراق. طبعا الأمريكان داعمين لهذا التوجه، إيقاف حرق الغاز. داعمين وهم كانوا المسيطرين على مجال الطاقة في العراق، وما شفنا أي فائدة من خلال سيطرتهم على مجال الطاقة بعد 2003. يعني بتقديري أنه عملية خلق بيئة استقرار سياسي في هذه المرحلة ساهمت بإعادة حسابات الأمريكان. الاستقرار السياسي ينعكس بالتأكيد على قدرة الاستثمار والشركات. قسم من الشركات التي انسحبت الأمريكية كانت تفكر في استثمار النفط والبتروكيماويات. يبدو أن نيجيريا نجحت في هذه المرحلة في إعطائهم عروض أفضل من العروض العراقية. مع ذلك أعتقد بأن الأمريكان لا يخجلون فيما لو يعني أن هذا المشروع لا يخدم الاستثمارات الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يعاق بالتأكيد. لكن بتقديري هم في هذه المرحلة يحاولون أن يكون العراق مستقل اقتصاديا. العراق بالتأكيد الآن يعتمد على الغاز الإيراني في عملية توليد الطاقة الكهربائية. فدخول سيمنز وشلمبرغ في موضوع أن يكون العراق يعتمد على موارده في توليد الطاقة هي عبارة عن ورقة ضغط على الجانب الإيراني. لكن معدل كانت هذه الورقة بيتهم قبل سنوات، ليش ما استخدموها أستاذ صفوان؟ ليش بهذا التوقيت؟ لا تزال المعركة يعني الآن في أشد في أوجه كل الخيارات مفتوحة. نعم، فبتقديري في هذه المرحلة يحاولون إبعاد العراق عن موضوع أن يكون تابع إلى إيران أو غير إيران. هو بالتأكيد هو إيران والصين وتركيا. الاقتصاد العراقي كان قائم على هذه. لكن كلما استقل العراق اقتصاديا كلما شهدنا نمو في الاستثمارات من دول المنطقة ودول العالم. شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي، حياك الله، نورتنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا. الآن سادتي الأكارم نذهب إلى حصاد اليوم. السوداني يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للتسليح ويؤكد ضرورة توفير أفضل التجهيزات لقواتنا المسلحة. رئيس الجمهورية يؤكد بأن الحكومة وضعت برنامجا لكبح الفساد وتنشيط الاقتصاد وتشجيع الفرص الاستثمارية. المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان وذلك لعدم الاختصاص. والنزاهة تعلن تنفيذ عمليات ضبط لشبهات فساد بتنفيذ مشروعين بكلفة 6 مليارات دينار في كركوك. وأخيرا وزارة العمل تعلن إطلاق المبالغ المتراكمة للعامين 2019 و2020 من رواتب المعين المتفرغ. حصادنا انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.